أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. لقد جاء سبحان الله سبحان الله ما شاء الله الله أكبر عزيز سبحان الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص سبحان الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله
بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہم زد فزد فقل حسبی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا قد جاء سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ فإن تولوا فقل حسبي الله سبحان اللہ ما شاء اللہ اللہ اکبر فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکل وهو رب العرش العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر اللہم زد فزد فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم بسم الله
سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بسم ماشاء اللہ اللہ اکبر وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون جمیل اللہ اکبر اللہم زد فزد سبحان اللہ ما شاء اللہ اللہ اکبر هو اللہ
الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله عبارة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. الله الله أكبر سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سبحان الله ما شاء الله. الله أكبر يا رسول الله. بسم سبحان الله سبحان الله. أنتم أشد خلقا أم السماء؟
سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرۃ سبحان اللہ اللہ اکبر رفع سمکا فسوا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى بسم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم زد فزید یا قاری لم وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا الفتح ورا
سبحان الله ما شاء الله فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا سبحان الله الله أكبر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ ہمارے معزز مہمان مصر سے تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ جمال عبد الغنی عیسی صاحب یہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ سید زادے بھی ہیں